السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج السرطان. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج السرطان هيكون عندك طاقه ايجابيه وعندك انفراجات حلوه وعندك تغيرات باذن الله. الطاقه تنطبق على اللي بيسمعها مش على الغايب، وان شاء الله باذن الله طاقتك هتكون ايجابيه. انزل باللايك وقول ورايا الدعاء الجميل ده: اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همي ويسر امري وارحم ضعفي وقله حيلتي. يا رب ربنا يكرمكم من حيث لا تحتسب ويجعل ايامكم مباركه ويجعلها كلها انفراجات حلوه وتغيرات ايجابيه وطاقه فرج. نشوف بقى مع بعض ايه الاخبار عندنا الفتره دي يا برج السرطان. مهموم حرفيا حرفيا، في طاقة هم، وطاقة الهم دي بسبب اولاد او بسبب الشريك، بسبب الاشخاص اللي انتوا قلت عليهم مستحيل يخدعونا او يظلمونا. الفترة اللي جاية هيكون في طاقات ايجابية. اول حاجة انتوا هنا حرفيا قاعدين وساكتين وصابرين، صابرين عن ظلم، صابرين عن عراقيل بتحصل عندكم، صابرين عن اكتر من حاجة مش عارفين تبدأوا منها ازاي او تتجاوزوها ازاي. عندكم هم، والهم اللي شايلينه فوق كتفكم ده انتوا عمالين تداروا فيه، بس لحد امتى هتفضلوا تداروا فيه؟ في اسئلة كتيرة جدا في بالكم عايزين اجابة ليها، لكن مش عارفين تبدأوا منين ولا تعملوا ايه. كمان حالتكم النفسية هتبدأ تتحسن الفترة اللي جاية، لان النفسية ليها دور كبير جدا في حياتكم، وانتوا هتحسنوا اموركم وهتشعروا من هنا ورايح بالطاقة الايجابية، واي حد بيزيكم او بيلعب بيكم هترموه ورا ظهركم، لان ثقتكم بنفسكم بتخليكم دايما انتوا اقوى من اي حد، ودايما عندكم راحة وتعزيز في النفس. لكن خدوا بالكم من نفسكم، لان في امور بتحصل معاكم وجعاكم ومؤثرة عليكم، زي مثلا صداع مستمر، وجع في الاسنان، وجع في القولون، امور كتيرة جدا وجعاكم، لكن مش عارفين تسألوا وتقولوا احنا ايه اللي بيحصل معانا. طيب الفترة اللي جاية دي هيكون في حسن حظ حلو جدا ليكم، وهينفك سحر ليكم او حاجة هتنفك عندكم. انتوا صابرين جدا على كل حاجة ودايما متفائلين خير، لكن في شوية مشاكل بينكم ما بين اهل وبينكم ما بين حد. عندكم معافرة او مجهود، او بتبذلوا دايما مجهود لحياتكم علشان توصلوا للي انتوا عايزينه. كمان انتوا في حد هيقف معاكم وهيطمنكم وهيريحكم. ليه؟ علشان هتوصلوا لبر الامان وهتحسنوا كل الامور بتاعتكم. عايزاكم تاخدوا حذر من اتنين ستات. الاتنين ستات دول وقاعدين واكلين شاربين في حياتكم، يعني بيتكلموا عليكم على طول وعارفين اكتر من حاجة، بيدخلوا عليكم بالحب والحنان، وانتوا من حنيتكم وطيبة قلبكم بتديهم الامان، ومش متوقعين في يوم من الايام ان دول يكونوا هما بالشكل ده. عايزاكم تفكروا كويس في الحاجات اللي بتحصل معاكم، لان عندكم اكتر من نصيحة في حياتكم، وعندكم اكتر من تحسين حلو جدا. عندكم مصلحة حلوة، طريق ايجابي، طريق خير، امور هتلعب معاكم في حاجات ايجابية، الله اعلم. في شفاء عندكم من امراض، شفاء عندكم من حاجات كتيرة جدا في حياتكم. انتوا عندكم من وقت للتاني بتحسوا بكده انه اللي انتوا يعني مش عايزين تكملوا في حياتكم، عايزين تهاجروا، عايزين تمشوا، ده غلط انتوا بتعملوا. انتوا عندكم نصيب حلو جدا، ومن خلال النصيب ده الحياة هتتحسن عندكم. عندكم حد من ابراج مائية بينكم ما بينه كلام، ابراج نارية بينكم ما بينه امور، الله اعلم. في حاجات تخص الابراج دي هيبقى في كلام الفترة اللي جاية، وهيبقى في امور حلوة. انتوا دايما بتتمنوا الحياة الزوجية السعيدة، بتتمنوا الاستقرار والحياة البسيطة، لكن مشكلتكم ان انتوا عندكم عراقيل. انتوا لازم الفترة اللي جاية دي تهتموا بنفسكم باشد الاهتمام في حياتكم، لان اهتمامكم بنفسكم هيخفف عنكم حاجات كتيرة جدا انتم كاتمينها وساكتينها. ايه مشكلتكم ان انتوا تعرضتوا للظلم وظلمتوا نفسكم واتكسر ظهركم من ناس كنتوا واقفين معاها وبتحبوها، لكن ربنا هيفتح ليكم ابواب كانت مغلقة في يوم من الايام،
والابواب دي هتكون طاقه ايجابيه ليكم، وساعتها هتحسوا ان اللي انتوا عشتوه عايزين تعيشوه تاني، علشان ربنا هيكون عوضه كبير جدا عليكم. المرحله اللي جايه دي حرفيا هتكون مرحله نقله جديده او مجهود كبير. انتوا هتمسكوا فلوس حلوه الفتره اللي جايه دي، وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، لان ربنا هيديكم وهيحسن الامور بتاعتكم. عندكم علاقه مع ابراج ناريه، برج الحمل، برج الاسد، برج الكوس، في كلام يخصهم او في حد يخص الاشخاص دول، هيبقى في امور مستجده. خلي بالكم انه في حد في شغلكم عايز يوقعكم، والحد ده مش هينول مراده باذن الله، لانه انتوا هتاخدوا حذركم منه وهتكتشفوه على ابسط الاسباب، وهتعرفوا ان الشخص ده بيلعب بيكم وعايز يوقعكم، فخدوا بالكم من نفسكم. مين الشخص اللي عندكم عنده طرف ثالث في حياته، وبسبب الطرف الثالث ده عايش في حيرة، عايش في ذبذبة، مش عارف ياخد قرار ولا عارف يعمل ايه؟ فدايما تاخدوا بالكم من نفسكم، لان انتوا الفترة اللي جاية هيكون في تغيير جديد، وهيكون في امور مستجدة باذن الله. كمان انتوا فقدتوا ثقتكم وفقدتوا حاجات كتيره جدا بسبب شخص، والشخص ده ما ادكمش، وانتوا يعني كرهتوه كره شديد جدا، لانه عرفتوا ان هو كذاب. ورغم كده انتوا روحانياتكم عاليه قوي الفتره دي، وعندكم احداث بتربطوها ببعض وبتكتشفوا من وراها الحقيقة على طول. العيون اللي راشقه في حياتكم بسبب الحسد والغيره منكم، لان انتوا دايما ناجحين، ودايما انتوا يعني عندكم طاقة كده جديدة، عندكم أمور مختلفة. بس دقات قلبكم سريعة، وعايزين تروحوا للدكتور أو عايزين تزوروا الطبيب، لأن في حاجة خايفين منها وعايزين تعرفوها. انتوا تركتوا حاجات كتيرة جدا من حياتكم ورميتوها بره حياتكم، لان قلتوا الوجع مسبب لنا طاقة سلبية، وفي حاجات ما عندكمش استقرار فيها، اذا كان في الحياة الزوجية او في اكتر من حياة عندكم ما فيش اي استقرار. عندكم صراع، عمالين تصارعوا ولحد الان بتصارعوا، مش هاديين خالص، لا اما شغالين في حياتكم الماديه، لا اما الصراع مأثر عليكم في اكتر من حاجه. كل ما بتقولوا هانت بترجع اسوأ ما كانت، وده بسبب ان انتوا عايشين بستر ربنا فقط لا غير، ودايما بتقدموا الاحترام والشعور بالمحبه ما بينكم وما بين الناس، لكن في ناس ما بتقدم لكمش الصالح ليكم. الاضواء عندكم هتتسلط عليكم الفتره اللي جايه، وده هيخليكم تخشوا في طاقه ايجابيه، وهيخليكم كمان يبقى عندكم امور مختلفه حلوه جدا جدا. كمان انتوا في فتحة سفر عندكم الفترة دي، والسفر ده هيبقى طريق خير لكم، او هيكون بمعنى صح بداية جديدة ان شاء الله بإذن الله. بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا لازم تحصنوا نفسكم الفترة اللي جاية. البعض منكم عنده حمل في حاجة، يعني لو كنتوا انتوا عندكم بنات ومستنيين ولد فهيكون ولد، او العكس. شوفوا انتوا مستنيين ايه، انتوا عندكم خير حلو جدا هيتفتح في اكتر من نصيب الفترة اللي جايه، علشان انتوا طال همكم وطال انتظاركم. في توقيع ورق، او هتحصلوا على ورق، او هيبقى في امور حلوه. عندكم علاقه مع حد، والعلاقه دي مختلفه الجنسيه، مختلفه في اختلاف بينكم، وفي يعني عراقيل واقفه، وخدوا بالكم من نفسكم واحذروا في اكتر من حاجه. كمان في مشكله انتوا عقدتوها قوي، او انتوا مشكلتكم ان انتوا الفتره دي عصبيين جدا، وفي حد دخل في حياتكم طفاكم، والحد اللي دخل في حياتكم ده وطفاكم، انتوا تعبتوا وما توقعتوش ان هو في يوم من الايام ممكن يعمل اللي عمله ده. فان شاء الله باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، القلق اللي عندكم ده هيحسن الاوضاع بتاعتكم. النفسيه بتاعتكم تعبانه شويه، وقلقانين ومحتارين، في حيره وفي نفور بينكم وبين الطرف الثاني، والحيره والوجع ده مضغطكم انتوا، مخليكم انتوا بتعانوا من عدم استقرار في حاجات كتيره جدا، فلازم تهدوا اعصابكم بكل الاشكال اللي في حياتكم، لان بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى عندكم اكتر من حاجه هتتغير، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه وبتقولوا عليه طريق مسدود، خلال ايام معدوده هيتحسن، وهتعرفوا ان ربنا كان عظيم على حياتكم. في خنقه، وفي ضيقه، وفي ملل، وفي كره، كارهين حاجات موجوده في حياتكم، رغم ان انتوا ماشيين بما يرضي الله. خدوا بالكم من نفسكم،
انتوا ما شاء الله عليكم في طرق جديدة، في تحسينات جديدة، في طاقات مختلفة، في حاجات انتوا هتفعلوها جديدة وهتديكم طاقة وهتديكم حب وهتحسن الارتباط اللي انتوا فيه حاليا. في انتوا هنا خايفين من المستقبل او خايفين من حد بتحبوه تاخدوه بعد كده تندموا. انتوا يعني لازم تهدوا، ولازم الحاجة اللي حيرانين فيها تعملوا فيها صلاة استخارة وتعرفوا قرار ربنا ليكم، علشان الحسد الشديد بيخليكم ساعات تاخدوا قرارات، هو والعيل تاخدوا قرارات مختلفة في حياتكم في وقت عصبية وفي وقت انتوا مش عارفين تعملوا فيه ايه. انتوا بقيتوا عصبيين ومش مستحملين اي حاجه، خلقكم ضيق، ما عندكمش كده الطاقه، ما عندكمش كده الكاريزمه اللي انتم تستقبلوا اي حاجه. بس في فرحه حلوه قوي قوي بزواج او خطوبه او استقرار عاطفي، لا اما ليكم، لا اما لحد من اولادكم، لا اما لحد من الحد اللي انتم قلبكم متعلق بيه. خلوا بالكم ان في ناس عايزه توقعكم، لكن انتم بسبب تغييركم في نفسكم محدش هيقدر يغيركم، محدش هيقدر يأذيكم. كمان انتوا عندكم شراء ذهب، عندكم حاجات انتوا بتحبوها، البعض منكم لابس خواتم، بعض منكم لو انتي فتاة فانتي لابسة خاتم، لابسة سلسلة، لابسة حاجة تخص الذهب. وانتي يعني انتوا معروفين ان انتوا بتحبوا الذهب علشان بتحسوا ان هو بيزود من الانوثة بتاعتكم، بتحبوا الحاجات اللي تديكم الطاقة. انتوا ما شاء الله عليكم بتحبوا الدلع، بتحبوا الرومانسية، بتحبوا الحب، بتحبوا الحنان، انتوا حنينين جدا على اللي حواليكم، لكن لسه ما جاش اللي يستاهل الحنية بتاعتكم وما يستاهل اللي موجود في حياتكم. انتوا عندكم هنا مع بعض الاشخاص صراع او هموم او هم كبير شايلونه فوق كتفكم. استغفار بشكل كبير جدا ملازم حياتكم، والاستغفار ده بتقولوا الحمد لله عليه في كل حاجة في حياتكم. في حد اكبر منكم في السن، يعني ممكن يكون اكبر منكم سنة سنتين، في شوية يعني مش كبير قوي عنكم، في شوية زعل بينكم، في شوية امور مختلفة بينكم، انتوا عايزين حاجة وهو عايز حاجة، لكن الوضع بتاعكم مزبزب شوية. طيب انتوا عن الخلاف اللي عندكم ده هيبقى فيه تغيير وهيبقى فيه كلام، وفي امور انتوا هتاخدوها بشكل ايجابي، علشان الفترة اللي جاية دي فترتكم انتوا هتلعبوا بحياتكم. كمان انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم تحت عيونكم، يعني حاليا تحت عيونكم سواد او زراع، لكن ان شاء الله الامور اللي جاية هتلعبوا على صحتكم جدا وعلى شكلكم وعلى اهتمامكم بنفسكم، لان اي حاجة في حياتكم هتبدأوا تحسنوها او هتبدأوا تغيروها. كمان انتوا هنا ربنا هيقف معاكم وهيساعد ان انتوا توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها، او انتوا في حد مستنيينه فانتوا عايزين توصلوا له، الله اعلم. انتوا ايه المشكلة اللي عندكم؟ ان في ناس بصة رزقكم، بصة لاولادكم، بصة لحياتكم، بصة اللي انتوا فيه. في حاجة انتوا قلقانين عليها، حاجة انتوا خايفين منها، الله اعلم. انتوا عشتوا كام سنة في مشاكل وقررتوا ان انتوا تنفصلوا عن الشريك الفترة اللي فاتت، او حصل عندكم انفصال، لاما زواج وما تمش، لاما حصلت خطوبة وما تمتش، ودايما كان بيتحط عليكم وبتطلعوا مظلومين. لكن انتوا يعني الناس بتقول عليكم ان انتوا عصبيين، ان انتوا اللي ما يعرفكمش بيتكلم عليكم، لكن لما بيعرفوكم وبيتكلموا عليكم بيحسوا ان انتوا غير كده. انتوا هي مشكلتكم ان انتوا بتتكلموا كتير على اللي في ايدكم، انتوا من طيبة قلبكم بتحبوا تتكلموا، بتحبوا تفرحوا كل اللي حواليكم، وده بيتقلب عليكم انتوا ضد ما انتوا فاكرين. اقل حاجة في حياتكم بتعصبكم، اقل حاجة في حياتكم بتعمل لكم التوتر والحيرة والخوف، رغم الهزار والضحك بتاعكم والطاقة الايجابية، لكن انتم مهووسين بالزعل وبالخوف والحسد الشديد. القعدة الحلوة بتاعتكم بتحسن من الاوضاع بتاعتكم، خدوا بالكم من نفسكم، لان انتم حرفيا هيبقى في اكتر من حاجة هتغير تفكيركم، هتغير مجريات كتيرة جدا في حياتكم. طيب انتوا هنا مهددين او محسودين في بيتكم او ما بينكم ما بين اولاد، وعشان كده في شوية مشاكل مع اولاد، ما فيش سمعان كلام، في شوية حيرة.
طيب انتوا هنا بصوا، يعني ما شاء الله عليكم الروحانيات بتاعتكم عالية قوي، ما تضيعوش الفرصة من ايدكم. يعني انتوا روحانياتكم عالية، ما تضيعوش اي روحانيات عندكم عالية، وما تسمعوش كلام اي حد مهما يكون في حياتكم. انتوا بتمشوا بدماغكم وما بتخلوش اي حد يأثر عليكم، لكن انتوا عندكم امور مضايقاكم، ورغم كده محسودين حسد شديد، فلازم الاعصاب عندكم تكون هادية. ما تخافوش من اي حاجة، وارموا ورا ظهركم ومن غير اي حتى كلام، ارموا كبروا من دماغكم وعيشوا حياتكم بالطريقة اللي انتوا عايزينها. انتوا هنا بسم الله اللهم صل وسلم عليكم، عندكم طريق خير وطريق فرحة على اوضاعكم، بس المشكلة اللي بينكم ما بينها حسد، هتتيسر الايام اللي جاية وربنا هيقف معاكم وهيحسن الاوضاع بتاعتكم. انتوا يعني مستنيين حاجة من حد، والحاجة اللي مستنيينها من حد دي بتقولوا ان شاء الله باذن الله مش هيبوظ ثقتنا، او مش هيبوظ الثقة بتاعتنا اللي احنا واثقينها فيه. انت يعني ايه هي المشكلة ان انتوا بتدي ثقتكم لكل الناس؟ يعني انتوا بتقعدوا مع الشخص او بتقعدوا مع الحد اللي بتقعدوا معاه من اول قعدة، بتتأقلموا معاه وبتفتحوا معاه مواضيع وبتفتحوا كده كلام، وتلاقوا الدنيا بدأت تتيسر معاكم في اكتر من حاجة. لكن الناس اللي انتوا وقفتوا معاهم اتخنتوا منهم وغدروا بيكم، ومعرفتوا قد ايه ان فعلا الناس دي ما كانتش تستاهل اللي انتوا بتعملوه، وده كان اكبر ظلم انتوا غلطتوا فيه في حياتكم. انتوا الايام اللي جاية هتأمنوا جدا بحياتكم، انتوا من كتر اللي انتوا شايفينه ما بيتوش عندكم شيء المسؤولية، لكن حرفيا في ارض واقع هتقعدوا فيها وارض تغيير على اوضاع كتير جدا. طيب في شخص اتكلم عليكم وبتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو كان حبيب خان وصدمكم وكسر بخاطركم، لكن انتوا ما شاء الله عليكم الفترة اللي جاية خلاص كل حاجة عندكم هتتظبط في حياتكم. طيب انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هتاخدوا قرار، والقرار ده هيطلعكم من صراع وهيطلعكم من حاجات كتيرة جدا. طيب انتوا هنا طالعين من مشكلة وطالعين من حد مؤثر عليكم مش مريحكم في ارض بيتكم، وكمان الامور هتتيسر معاكم بشكل ايجابي، لان في ستر من عند ربنا. انتوا نفسكم تلاقي الحب الحقيقي مش الخيانة والغدر اللي بتلاقيها من الجميع، وانتوا بتدوا حاجات كتيرة جدا. عندكم علاقة سابقة او عندكم كانت علاقة في الماضي انتوا كنتوا بتحبوه قوي، كنت بتحبوه بطريقة كبيرة جدا على حياتكم، لكن الشخص ده طعنكم وظلمتوا نفسكم معاه، ومن كتر ما انتوا حبيتوه ووقفتوا معاه اتخليتوا عن حاجات كتيرة جدا، وفي الاخر انتوا بتدفعوا الثمن. ان شاء الله باذن الله باذن الله في تعرف على حد جديد، وفي طريق جديد هتمشوه، وفي امور حلوة جدا. العصبية بتاعتكم الى ابعد الحدود، عصبيتكم بتخسركم ناس، عصبيتكم بتوقعكم في مشاكل، عصبيتكم بتخونكم، عصبيتكم ساعات بتكون اكبر غلط ليكم، فخدوا بالكم من نفسكم، لان الحيرة والخوف اللي عندكم مغيركم في اوضاع كتيرة جدا ومخليكم مخنوقين. وعشان كده باذن الله ربنا هيبارك الايام اللي جاية في اكتر من حاجة في حياتكم، وهيحسن الاوضاع بتاعتكم، وان شاء الله باذن الله هتحسوا قد ايه ان عوض ربنا من عن كبير جدا على حياتكم. انتوا دمرتوا نفسكم بنفسكم، وده ان انتوا بتكرموا وبتبينوا اللي معاكم، وده كان الغلط اللي انتوا مازال بتدفعوه في حياتكم. طيب انتوا هنا قلقانين من المستقبل بشكل كبير جدا، في قلق وفي خوف وفي حيرة من القلق من يعني من ناس كتيرة، خوف وألم، فخدوا بالكم او هدوا اعصابكم. حرف السين وحرف الالف وحرف الراء وحرف الدال وحرف الميم، الحروف دول في شباك ما بينهم او في امور كلام ما بينهم. انتوا شخصيتكم قويه جدا، ودايما كده روحكم بريئه يعني عندكم ملك كده في نفسكم، لكن انتوا كنان ايام معدوده
هتحسوا بالوضع التغيير اللي عندكم، وهيبقى عندكم ان شاء الله باذن الله اكتر من اسم مفتوحه في حياتكم. البعض منكم مستني النصر، البعض منكم مستني جزء من ظلمه او جزء من حياته في في حياتكم خلال كام يعني كده فتره معينه، هيبقى فيه هدوء نفسا وهيبقى فيه طاقه ايجابيه. انتوا شخصيتكم هاديه جدا، شخصيتكم متالقه جدا، دايما بتدخلوا لنفسكم الطريق الايجابي، لكن الهم هو اللي تعبكم وهو اللي مقصر عليكم. انتوا دمرتوا نفسكم بنفسكم، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا هيسر الامر بتاعكم ويطلعكم من العذاب النفسي اللي انتوا حاليا ضاغطين نفسكم فيه. انتوا بتفضلوا تضغطوا في نفسكم، بتفضلوا تضغطوا نفسكم ومش عارفين ايه اللي بيحصل عندكم. اهدوا، والثقة بالناس هي اللي دمرتكم وخلتكم انتوا خربتوا حياتكم بنفسكم. انتوا مجرد ما بتعرفوا على حد بيدبوه بيتكم، مجرد ما بتشوفوا حد بتتكلموا معاه بتحسوا ان الدنيا خلاص. ده اكبر غلط، انتوا ما تدوش الامان لحد وما تحكوش سر لاي حد مهما يكون الشخص اللي قدامكم، علشان السر اللي انتوا تحكوه لحد بيوقعكم في مشاكل، بيخلي الشخص الاخر يمسك عليكم واحدة حتى لو ما تكلمش معاكم عليها بيتكلم من وراكم، ومن بعد كده بتحسوا ان انتوا في حاجات مسدودة في حياتكم، وانتم دايما بتعرضوا نفسكم للتهديد، للمشاكل، للخذلان، للطاقات اللي تخرب بيوتكم. فدايما طول ما انتوا اعصابكم هادية وطول ما انتوا بتحبوا الخير لنفسكم، طول ما انتوا ربنا هيكرمكم وهيحسن الاوضاع بتاعتكم. انتوا بس المشاكل اللي عندكم الفترة دي ان انتوا عايشين في صراع وعايشين في توتر وفي حيرة، لكن بامر ربنا سبحانه الله وتعالى ربنا هيكون كريم عليكم وهيكرمكم من امور كتيرة جدا انتوا مستنيينها. عفاكم الله باذن الله من المشاكل النسائية اللي انتوا بتعانوا منها. البعض منكم عنده مشاكل في الرحم، البعض منكم عنده عرق نسا، البعض منكم عنده توتر وحيرة وضاغط نفسه، فكلها ايام معدودة وهتحسوا ان الامر بدأ يتحسن والامور عندكم بدأت ترجع لمجاريها، او هتحسوا ان الوضع بتاعكم بدأ ياخد شكل ايجابي من الناس اللي ظلمتكم، لان زي ما قلت الظلم اللي واقع عليكم من ناس كتيرة جدا هو اللي خلاص ما يعني خلاص ما بقيتوش خلاص كبرتوا دماغكم. بس في حد من اخ كسر بخاطركم وظلمكم، والحد ده كان من حرف السين، او اخت كسرت لكم فرحتكم ووجعتكم وانتوا قلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ما بالكم انتوا الاخوات بتعمل فيكم كده، الغريب هيعمل فيكم ايه؟ انا دايما اقول لكم ما تثقوش في حد وبعدوا عن اي حد ممكن يأثر عليكم بضغط نفسي او بحيرة او بخوف، بس انتوا ما بتسمعوش الكلام وبترجعوا توقعوا نفسكم بمشاكل. لكن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى الفترة اللي جاية هتكونوا انتوا في طاقة ازدهار وفي ثقة بالنفس. تحياتي ليكم واتمنى لكم كل ما هو جميل من اجل عيونكم. انتظروا مني قراءات جديدة الفترة اللي جاية وطاقات ايجابية، ودايما انزل لكم توقعات تستاهل حظكم باذن الله.